اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا فيها حاجه حلوه. النهارده من ارض السحر والجمال من اسوان، وخصوصا من القريه النوبيه، قريه غرب سهيل، فندق اناكاتو. هنشوف فقراتنا، هيكون معانا الشيف دالي هتعمل لنا اكلات حلوه، وهيكون معانا مدير فندق اناكاتو، هيكون معانا كمان رأس نوبي، وهيكون معانا شوحنة، ويكون معانا فقرات حلوة كتير قوي. كل اللي عايز يجي أسوان ويشوف ايه المعالم الحلوة اللي فيها، انتظروا حلقتنا وتابعونا. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا فيها حاجة حلوة. حلقة النهاردة من اجمل بقاع الارض. النهاردة احنا من ارض السحر والجمال، من أسوان، من فندق أناكاتو. رجعنا لكم بعد الفاصل. هيكون معانا مدير فندق أناكاتو مستر ابراهيم، برحب بيك. اهلا بحضرتك، شرفتونا. النهارده احنا في مكان صراحه حلو جدا جدا، الفيو بتاعه اكتر من رائع. كلمنا عن أناكاتو. أناكاتو هي كلمه نوبيه، عايزين في البدايه نعرف معناها، وكلمنا عن المكان هنا. أناكاتو طبعا الاسم بتعني باللغه النوبيه بيتنا، فالمسمى منطبق على حالة من الضيافة هنا، وكأن حضرتك في البيت. أناكاتو يعني في العصر الحديث أو المعاصر حتى، كان أول فندق اتعمل في النوبة المصرية. أناكاتو الفكرة طبعا جت بعد دخول السياحة البيئية، ومن قبلها طبعا، بس بعد دخول السياحة البيئية أو تطبيق البرنامج ده بعد ما حصل في مصر بعد 2004، كان معنا صديق اسمه الدكتور خالد وجدي أبو المعاطي، هو قاهري بورسعيد الأصل، فصديقه كان في زيارة للقرية قبل ما السياحة تدخل وكذا، فعجبوا البلد خالص، فارتبط بينا جامد زي ما احنا بنقول كده، مسيته أهل النيل يعني أو ناس النهر، فعاش معانا هنا، ارتبط بينا جامد. وبعد ما البرنامج اتطبق كان اول واحد بيساند انه يعمل فكره الفنادق البيئيه هنا مع اهالي القريه، واجتهد كتير جدا علشان يساعدنا ان احنا نقدر نوصل لحاله افضل كمنطقه سياحيه وكده. اجتهد كتير جدا لانه اغلب الفنادق اللي هنا هو اللي ساهم في بنائها كرجل أعمال يعني، وهو يمكن مش موجود بصفة رجل أعمال أكتر ما هو حد محب لحاجات كتيرة جدا وعظيمة جدا في شخصيته يعني. الفندق هنا معمول بنظام البيت، يعني هو البيوت هنا أصلا دي كانت بيوت وتحولت لفنادق. بالظبط. مظبوط. كلمنا عن تكوينها، كلمنا إنه كمان أنا يعني عرفت معلومة إن هنا مفيش تلفزيونات. بالظبط. ان فعلا انت لو عايز محتاج تفصل من كل حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا وكل حاجه ليها، محتاج فعلا ترجع للبيئه الطبيعيه بصفائها بالجو الحلو، زي بالظبط رحلات السفاري ممكن تيجي هنا. بالظبط. منطقه الشلال هنا او فيرست كاتاراكت زي ما بيطلقوا عليه في اسوان، منطقة مميزة جدا، جغرافيا كمان مميزة قوي، جزء افريقي اصيل قوي جوه مصر، ومنطقة بيئية بكر، ايكو خالص في كل حاجة يعني. ومع دخول السياحة كان الطبيعة طبعا كسياحة بيئية، مفهوم السياحة البيئية على طول مرتبط بالصحة، مرتبط بالطاقة، بالانرجي، بالحاجات الجميلة دي اللي كلها نقدر نقول عليها حاجات صحية يعني. السياحة البيئية مرتبطة بالصحة، ولذلك تكاد تكون في مصر موجودة في المناطق الخاصة جدا زي دهب، زي الأقصر غرب، زي مرسى علم، وادي الجمال، وادي علبة، الحاجات الخاصة دي، وبحيرة ناصر طبعا لسه كمان في خير كتير هناك. الفندق هنا بيتكون من ايه؟ الفندق هنا بيتكون من نفس عناصر الفنادق، يعني هي نفس عناصر الفنادق موجودة، لأن طبعا هنا كمان المسألة مش مسألة إنه نوبيان هاوس وبس. لا، هي متطورة جدا بأنها بتضاهي الفنادق الخمس نجوم في خدمتها وفي عناصر الخدمة اللي موجودة فيها. احنا هنشوف معانا كمان دلوقتي ريبورت عن شكل الفندق نفسه، هنشوف الغرف شكلها عامل ازاي، حاجة مطابقة للواقع مش زي اللي بنشوفها في صفحات الفيسبوك مجرد صور فيك او فيها ايديت، لا دي من قلب الواقع يعني. بالظبط بالظبط.
الفكرة ناجحة كبرنامج طبعا بتطبق في مصر لأول مرة في سنة 2004. ومصر فيها خيرات كتيرة جدا وفيها أماكن مميزة كتيرة، ودي إضافة على السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية. والسياحة البيئية أنا أعتقد أنها كمان زودت ليالي أسوان اللي هي تكاد تكون منعدمة إلا من ليلة واحدة وكده يعني. وأنا شايف أنه له مستقبل كبير جدا يعني، مع ناس بتساهم بفكرها معانا، بتساهم بمالها معانا زي الدكتور خالد، راجل مشكورا يعني. تمام. أسعار الفندق هنا إيه؟ طبعا احنا هنا زي الـ 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 يعني في نفس مستوى الـ الفايف ستار الكلاس كمان. احنا زبايننا نفس زباين اولد كاترات. بطبيعه الحال الخدمه اللي بتتقدم هنا كوسته عالي جدا. فالاسعار بطبيعه الحال عاليه. هنا الاكل كله بيتي بيبقى معبون زي اكل البيت بالظبط. زي ما قلت لكم هنا الموضوع كله هنا صحي. حتى النظام بتاع الغرف نفسها والاضاءه بتاعتها معموله عشان تتعامد الشمس فيها طبيعي. مكان هنا فعلا يعني، دي نصيحه بنحاول ننصح بيها كل شخص انه لو عايز يفصل من كل التكنولوجيا فكره يا جماعه برضو بيبقى فيها مخاطر جامده جدا، كتر استخدام الفون وكتر. طبعا انا اول حد محتاج انصح نفسي بالموضوع ده، بس حقيقي فعلا لازم نقلل استخدامنا للتكنولوجيا. احنا في امراض بقت بتسمى باسم الرسائل، يعني انت دلوقتي لما بتيجي تمسك الفون بتاعك المفروض ان وضع الرقبه بيكون مستقيم بالشكل المستقيم ده، بيكون وزن الراس 12 كيلو. فلما حضرتك بتيجي توطي عشان تبص على الرساله ممكن وزن الراس يوصل لحد 25 كيلو. فطبعا ده بيعمل حمل على الديسك بتاع الرقبه وبيعمل حمل على الفقرات بتاعه العمود الفقري، فده بيسبب مرض دكاتره العظام سموه تكست ديسك، يعني تكست نيك، يعني رقبه الرسائل دي بتيجي من كتر استخدامنا للموبايل او التاب او الفون، فده بيسبب طبعا الم. لكن احنا لما وطبعا الفون لما بنيجي نستخدمه او اللاب او التي في كتر تعرضنا للاجهزه دي بيسبب طبعا كهرباء على المخ وبيسبب مشاكل في العين. فاحنا بنقول انه احنا محتاجين فتره نفصل فيها من كل الحاجات دي ونيجي نشوف الطبيعه بشكل بالزبط. اجمل بالزبط. زي ما انتوا هنا بتوضحوا لنا والفيو اللي ورانا والطبيعه كمان فيها علاجها. والعلاج ده مرتبط برضو بالعلاج البيئي اللي كان موجود عندنا احنا حتى من جداتنا وجدودنا هنا في النوبة. هنا عندنا دفن الرمل مشهور بيه طبعا قصة أخاخان، مقبرة أخاخان اللي هنا في أسوان عندنا. دي المنطقة بتاعتنا وادي بربر. الرمال اللي هنا رمال شافية من أمراض الروماتيزم روماتايد، وكل وتجديد تعملوا سنوركينج على الرمال. سنوركينج طبعا. وعندنا كمان في الماسك الطين، طين طمي الطبيعي طبعا، ده احسن حاجه يعني. تنقيه البشره الجسم حمام المغربي بالظبط كده، ده انقى من الحمام المغربي الطمي الطبيعي المصري الاصلي بالظبط بالظبط اللي بتاع نهر النيل، البيور اللي طبعا مش ملوثه خالص. ايه الانشطه اللي الفندق هنا بيقدمها؟ الأنشطة مختلفة كتيرة جدا بالنسبة للفندق، يعني غير التور اللي معروف بالنسبة لنهر النيل، وهنا أنت حضرتك هنا في منطقة المحمية الطبيعية، كلها محمية طبيعية. هنا طبعا هجرة الطيور بتبدأ من أول سيزون الشتاء لنهايتها لحد خمسة مثلا. فده لمحبي تصوير ال كل دول بيكونوا موجودين، هم أوريدي بيكونوا موجودين عندنا كمان اللي هم مصورين الطيور والنوع ده. عندنا الأنشطة الصحية اللي بقول لحضرتك عليها، إن إحنا بنستخدم الرمل في علاج الزباين اللي بيكونوا موجودين عندنا. أيوه. ماسك الطين برضو علاج على فكرة، لأنه بيعمل يعني بيعمل فايدة مهمة جدا للجسد نتيجة إن الطمي من الجسد وحاجات كده بتحصل نوع من الاتصال. أيوه. حتى الأواني بتاعت الطعام هنا من الفخار والقلة، القلة دي على فكرة أكتر حاجة صحية ممكن إن احنا نشرب فيها نقيل. لأنها ما بتتفاعلش مع المية، كمان بتنقي الأملاح اللي بتكون موجودة في المية. بالظبط. مظبوط؟ بالظبط. طيب إيه تاني أنشطة هنا الفندق بيعملها غير السنوركينج وغير الجمال؟ طبعًا إحنا هنشوف معانا ريبورت صغير برضه للجمال كده إحنا عملناه. رحلات صحراوية برضه، رحلات صحراوية.
في بقى الرحلات اللي هي متحف طبعا دي كلها رحلات، دي الرحلات التقليديه. يعني ليه اسوان هنا ممكن يشوف، نتكلم عن الاضافه اللي اناكاتو بيقدمها، اللي اناكاتو بتقدمها او غرب سهيل كسياحه بتقدمها، او الانشطه اللي موجوده عندنا، استفادتنا من الاماكن بتاعتنا وازاي نخليها اكتيفيتيز للزبائن الموجودين عندنا. انما التقليدي طبعا معروف ان احنا بنقدم برضو المتحف النوبه ومتحف النيل اللي هي اللي بتجمع كل دول حوض النيل، متحف اسوان كمان اللي في الفنتين اللي في جزيره اسوان، ده غير المعابد المفتوحه طبعا، غير كمان السمبوزيوم هذا المتحف الجميل المفتوح. والزي كمان بتاعكم هنا في الفندق الحاجات دي زي النوبي الاصيل طبعا. وهنشوف طبعا كمان حفله هنا بيقدمها الفندق، هنشوفها كمان شويه. وطبعا انا بشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده والمعلومات القليله اللي احنا استفدناها دي. وبنقول لاي حد حابب يتواصل مع فندق اناكاتو هننزل لكم بالعنوان، وهنزل لكم بارقام الفون وصفحه الفيسبوك والايميل الخاص بالفندق. اي حد حابب يتواصل او يستفسر عن اي معلومه هيكون عندكم وسائل التواصل. هنخرج هنشوف الشيف داليا هتعمل لنا ايه من قلب جزيره اناكاتو المطعم المفتوح. هم هيوفروا لنا، بنشكرهم طبعا جدا جدا ان هم وفروا لنا اللوكيشن بتاع التصوير في الفيو الجميل ده. وبعد كده هنرجع نستكمل باقي فقراتنا. اشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقره المطبخ هيكون فيها معانا الشيف داليا عادل، وهيكون معانا الشيف صابر فوزي رئيس قسم الاغذيه والمشروبات بفندق اناكاتو، واللي هيعملوا لنا النهارده تشيكن بكاتا على طريقه ميلانو. استنونا. صباح الخير عليكم. هنعمل بقى النهارده صدور الفراخ بطريقه حلوه جدا، طريقه ايطاليه كده جميله، وهنعمل مكرونه بصوص برده حلو قوي. اول حاجه هنعملها هناخد البانيه في بوله كده، هنتبله بقى بالبصل طبعا. ميلانو دي مدينه ايطاليه اللي هي السباكيتي ميلانو سوس او التشيكي بيكاتا ميلانو سوس، ده يعني مشهوره بايطاليا وتحديدا ميلانو في ايطاليا مشهوره. وانت عارفين ايطاليا بتحب الباستا، فاي حاجه معاها لازم يكون معاها باستا. وطبعا هم ليهم طريقه في سلق المكرونه انها لازم تكون الدنتي يعني نص سوا، ما تزيدش، تبقى مثلا اوفر كوكينج او الطريقه بتاعتنا، لا هم مشهورين بيها. وبعدين لما ليهم سبايسي في ايطاليا دايما الاوريجانو بيبقى موجود معاهم، والتوابل الايطاليه الملح بقى حطوطها. و ده دقيق زيت كده تمام. بنحط احنا كده خلاص تبلناها. بعد ما نتبلها بقى ونسيبها حوالي ساعه كده في الثلاجه مثلا، في البيت بقى براحتكم، احنا كده عشان مستعجلين فهنشتغل على طول. حطينا كده تبلناها بملح وفلفل، اي توابل بنحبها ممكن نحطها عادي، وبصل وعصير ليمون بس كده. في التتبيله اللي هي بتدي السبايسي قوي او بتدي الريحه النكهه اللي هي الاوريجانو او الريحان البازيليك او ده ممكن نستخدمه. بنحطها طبعا. هي دلوقتي حطت بيضه وحوالي كميه، وبعدين بنضيف عليها اللبن. اللبن دوت يعني حسب الرغبه بقى، حسب الرغبه، بس ده بينفع التست ويعلي التست زي ما انت حضرتك. بصوا هو المفروض بقى في البيت التتبيله دي يعني نعملها نقلبها بايدينا، بس عشان احنا بقى في التصوير كده، ف عشان تعرفوا انتوا بقى السمك براحتكم. يكون متجانس ومتماسك بالطريقه ديت، علشان انا اقدر لما اجي اطلع الفراخ واحطها في الزيت تبقى عملت كفر من الدقيق والبيض، ما يفصلش عن البانيه. هنجيب طبعا طاسه كده فيها شويه زيت ونحطها على نار متوسطه كده علشان البانيه يستوي والكفر ما ياخدش لون بسرعه، بس الزيت يسخن بس شويه وننزل بيه. وطبعا الزيت ننصح انه ما يكونش سخن قوي، لان لو سخن قوي الخليط ده هياخد لون من بره بسرعه جدا والبانيه مش هيستوي حلو. بصوا كده الزيت خلاص اهو سخن، خد درجه الحراره اللي احنا عايزينها. ننزل بقى كده بالبانيه اهو،
بصوا احنا حطينا بقدونس مفروم كده عليها، دي حسب الرغبة، حابين تدفيوها يعني حطوها، مش حابين خلاص براحتكم يعني. زي ما قلت لكم كده بقى هنسيبها على نار هاديه، يعني متوسطه كده، ولا هاديه قوي ولا عاليه جدا، لحد ما تستوي بس عشان تبقى مستويه من جوه وتاخد اللون الحلو من بره. بصوا بس خلي بالكم بس ما تقلبوهاش كتير عشان الكفر ده ما يفكش من عليها، ونسيبها بقى لحد ما تاخد لون من تحت ونقلبها. بصوا كده خلاص انا هطلعها بقى دلوقتي، معلش هي بس عشان النار هنا هاديه شويه عشان الهواء، طبعا انتوا شايفين الهواء عامل ازاي، ف مش مساعدنا يعني. هنطلع بقى دلوقتي كده طبق، بعد ما عملنا بقى صدور الفراخ هنعمل دلوقتي الصوص بتاع المكرونه. حطينا حوالي معلقه زيت كده، هننزل معاها بحوالي مكعب زبده، طبعا دي اختياري، اللي مش حابب يضيفها يستخدم زيت بس يعني. بصوا دلوقتي خلاص بعد ما الزيت والزبده سخنوا كده هننزل بقى بالبصل، حوالي بصلايه صغيره كده مفرومه، وعليها كده يعني بحوالي فصين ثوم مفرومين، وعليهم بقى فلفل الوان. على فكره الاكله دي هتبقى حلوه جدا للاطفال، هيحبوها قوي لانهم بيحبوا الالوان وطبعا بيحبوا المكرونه جدا. والفلفل الالوان ده كمان فيه قيمه غذائيه عاليه يعني. هنقلبهم بقى مع بعض كده لحد ما يعني 5 دقايق كده بس. طبعا زي ما قالت صحة جدا للاطفال، واكله كمان فيها الوان بيشدوا الاطفال وفي نفس الوقت مفيده جدا. فالحاجات دي طبعا بنسيبها شويه على النار تدبل بس، حاجات بسيطه. وبعدين احنا عندنا هنا الاساسها ايطالي يعني، الزيتون الاخضر والزيتون الاسود، لو او مثلا شايفين ما بتضافش مش اساسي، ولكن بتعمل تيست عالي جدا يعني، بتضيف طعم حلو قوي، والاطفال برضو بيحبوا الزيتون والحاجات اللي هي بتاعه البيتزا دي. شوف احنا نقدر نحط الزيتون دلوقتي هنسيبها بقى دلوقتي على نار يعني متوسطه برضو كده لحد ما يعني كل الحاجات دي تدبل كده حاجات بسيطه، وننزل عليها بقى بعصير طماطم مضروبه في الخلاط. نحط بقى شويه ملح كده وفلفل. طبعا برضو لو احنا عايزين نزود الالوان ممكن نحط على الصوص بقدونس مفروم، هنحط بقدونس على الوش يعني. هنحط على الوش، وطبعا احنا دلوقتي بنقلب كده، ممكن نحط خلاص الطماطم. الحركه دي طبعا بضمن ان كل حاجه، والطماطم برضو ما تكونش مضروبه قوي في الخلاط، تكون ضربه واحده بس كده بسيطه علشان ما تكونش ناعمه قوي يعني، عشان تدينا طعم الصوص المظبوط كده. خلاص بقى هي جاهزه، خلاص ننزل بقى بالطماطم. طبعا احنا قاصدين ان هي المفروض اصلا
بتتعمل الطماطم اللي بتتحط عليها طماطم اسمها طماطم كونكاسيه. الكونكاسيه ده طبعا في البيت بيبقى صعب عمله او تجهيزه، فاحنا بنبدلها الحاجات السهله يعني السريعه اللي هي ايه، ان انت لما تيجي تضربي الطماطم في الخلاط مفيش داعي ان انت تضربيها على انها عصير طماطم، لا هي المفروض عشان تحس بالتست والطعم تضربي الطماطم نص ضربه، يعني يا دوبك لفه ونص مش اكتر عشان تطلع بالطريقه دي. طبعا أيوة بالطريقه يعني دي مش لازم نمشي على الوصفه بحذافيرها، يعني احنا بناخدها ونحرفها احنا بقى براحتنا. احنا كده احنا عملناها بالظبط كانها فيها كونكاسيه، يعني دي بالظبط. بس دي مش دي لازم يعني لو احنا بقى في حاجه مش حابينها ممكن نشيلها، في حاجه بنحبها نضيفها، مش شرط نمشي عليها بالمظبوط يعني، وفيها حاجات ما بنحبهاش. هنسيبها بقى كده، بصوا كده خلاص هي تقلت شويه كده وتسبكت. ناخد بقى الاول قبل ما نحط المكرونه المسلوقه ناخد كده شويه ننزل على صدور الفراخ اللي عندنا اهي. بس كده ننزل بقى بالمكرونه المسلوقه. نقلبها بقى طبعا كده مع الصوص. شكلها على فكرة تحفة وريحة طالعة كمان جميلة جدا. هنسيبها بس كده تاخد من طعم الصوص بس يعني حوالي دقيقة كده على النار، بعد كده نغرفها على طول. خلاص بقى كده هنغرفها. بصوا اهم حاجه والله العظيم لو هنعمل اكله بسيطه جدا وقدمناها بشكل حلو بتبقى حلوه جدا، وبتفتح نفس الاطفال بتفتح نفس الضيوف كمان، لان العين بتاكل قبل البق كمان. يعني لازم نظبط شكل الطبق ونهتم بالموضوع ده. احنا بقى فصلنا الجو التحفه ده نعمل بقى عصير فريش كده، عصير ليمون بالنعناع تحفه وسهل جدا وبسيط. هنحتاج ليمون، هنحتاج سكر، هنحتاج اي بقى نوع مشروبات الغازية دي اللي هي الفاتحة، او ممكن نستخدم الصودا العادية بس كده، وهنحتاج مية وبس كده. نضربه في الخلاط، نحط كده مية ونحط الليمون ونحط النعناع، نحطه كده وهنحط سكر ونحط نضربه بقى دلوقتي. بس كده بصوا في نعناع كده بنجيبه من السوبر ماركت ممكن نضيفه، اللي هو المعلب اللي بيبقى سائل ده ممكن نضيفه عليه، ده اللي بيديله اللون الاخضر بتاع الكافيهات. يعني لو انتوا حابين بقى تعملوا ديكوريشن بقى ديكوريشن والحاجات اللي هي بتاعه الكافيهات دي، هنجيب نحط كده حوالي ممكن معلقتين كده عليه بس وخلاص. هنصفيه بقى دلوقتي. طبعا بقى مع كام قالب تلج كده بيبقى فظيع.
كده خلاص خلصنا حلقة النهاردة، حاجات سهلة جدا وبسيطة جدا والمكونات كلها في البيت، ويا رب تكون عجبتكم في أسوان الجميلة وجواها التحفة ده وناسها الطيبين. انتظرونا إن شاء الله في الحلقة الجاية. رجعنا بعد الفاصل، هناخد بقى فن من فنون النوبة الأصيل. هنا هيكون معانا زهرة اللي هتقول لنا إزاي بترسم الحنة وأسرار الحنة اللي البنات بيحبوا قوي إنها تطلع بأحسن شكل، وخصوصا لو عروسة. أهلا بك يا زهرة. أهلا بك. قولي لنا بقى إيه بتعملي الحنة إزاي؟ بنجيب الحنة، هي بتكون ورق الشجرة، يعني هي بتكون شجرة من نقطف منها الورق، بنشفه ونطحنه. وفي حاجة اسمها محلبية وسلطية، دي بنعجن بيها وبنحط له ليمون عشان هي يغير في اللون، يديكي كل ما بتحطي المحلبية والسلطية بيديكي لون غامق اسود. ايوه، عشان كده احنا بنستغرب ليه الحنة عندنا بيبقى لونها بني، بيكون عندكم برتقاني. اه، عندنا بقى ايه، عشان بنحط الحاجات دي بتغمق معانا وبنرسم بيه. بقى في الافراح لازم العروسة ترسم ايديها ورجليها، وليها يوم مخصوص، يعني يوم كامل نرسم للعروسة والبنات اصحابها. ايه الطقوس اللي بتعملوها للعروسه عشان تطلع يعني ليله الحنه بتاعتها مميزه بشكل مميز؟ كل بلد بيبقى ليها طقوس في ليله الحنه، انتوا ايه ليله الحنه عندكم الطقوس بتاعتكم ايه؟ ليله الحنه بتبتدي من الصبح بدري، بنرسم لها ايديها ورجليها وجسمها كله لحد العصر. بعد العصر بقى بترسم، بتلبس بقى اللبس النوبي، يعني مثلا تلبس ثوب هندي احمر مدهب عشان ايه، يكون ان هي معروفة بالأحمر من ذهب، دي العروسة. البنات اللي معاها ممكن يلبسوا حاجات سوارية، يعني مثلا برضو توب مثلا يلبسوه، بس ايه ما يكونش سوارية خالص زي العروسة. واليوم بيخلص كده، تاني يوم بقى بيكون ليلة الدخلة. برضو اليوم بيعدي، يعني نقعد نطبخ ونعمل، والعروسة تلبس الفستان الأبيض بتاعها. الفرقة بتشتغل من الساعة 12 لحد تاني يوم الصبح الشمس بتطلع. هل المواد دي بتعمل اي حساسيه للجلد؟ لا لا لا. او في الاول كانوا بيستخدموا، بيحطوا معاها صبغه اكسجين، دي كانت بتعمل حساسيه. احنا نفسنا، واحنا انا دلوقتي برسم الحنه انا وبرسم لك، كان برضو انا كمان بيعمل حساسيه. عشان كده ما بنستخدمش هنا عامه في النوبه، ما بنستخدمش المواد دي. بتبقى الحنه اللي هي الطبيعيه الحجر بقى. ايوه طبيعيه. نشوف معانا دلوقتي رسومات كده للحنة، نموذج وهي بترسم وشغالة على الطبيعة، ونرجع لكم بعد الفاصل. آخر حدود الحلم، قلب السما المفتوح، والقوة هي الحب لو عاش في قلب الروح. آخر حدود الحلم، قلب السما المفتوح، كمان قررت ان انا اشوف الغرض في نفسي علشان ما اقعش في نفس الموقف اللي بيقع فيه كل الجست اللي بينزلوا الفنادق وبيتخبوا بالصور اللي بينزلها السايت او الموقع، وبيجي يلاقي حاجه غير مطابقه تماما للواقع. انا في الروم اهو قدامكم على الطبيعه، هخرج بره عشان المصور يوريكم الروم نفسها. مشتاقين نشوفك يا بتاع المشاكل، مشتاقين نشوفك لو ما اشتد لينا، مشتاقين نشوفك والله يا نور عينينا، مشتاقين نشوفك لو ما اشتد لينا، مشتاقين نشوفك والله يا نور عينينا، مشتاقين نشوفك مهما قست علينا، مشتاقين وانت ما بتسأل علينا، مشتاقين نشوفك مهما قست علينا، مشتاقين وانت ما بتسأل علينا، مشتاقين حنانك حنانك،
المشاغل مشتاق نشوفك يا بتاع المشاغل حتى ولو ما انتهى عنا خلاص مسائل مشتاق نشوفك يا بتاع المشاغل حتى ولو ما انتهى عنا خلاص يا داعي المشاغل يا داعي المشاغل.